تم تكريم نجوم مسلسل خطوط حمراء مؤخراً بالأكاديمية البحرية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية وسط حضور ما يقرب من 3000 طالب بالأكاديمية، في حضور الدكتور علاء عبد الباري عميد الأكاديمية. وحضر من أبطال المسلسل الفنانون أحمد رزق ومنذر ريحنا وحجاج عبد العظيم وكريم أبو زيد وأحمد عصام، والمؤلف أحمد أبو زيد والمخرج أحمد شفيق والمنتج الفني محمود شميس. وعبر شميس عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم موضحا أن المجهود الكبير الذي بذلته أسرة المسلسل بما فيهم من فنانون ورجال خلف الكاميرا من إنتاج وإخراج وغيرهم لم يذهب هباء. كما قامت مكتبة الأسكندرية بتكريم أسرة المسلسل مساء نفس اليوم لتتوالى التكريمات على أسرة المسلسل بالأسكندرية، حيث استقبلت جماهير الأسكندرية أسرة المسلسل بالهتافات والإعجاب الشديد.